متابعي المربد راح نتحدث اليوم مع مسؤول شعبة الصحة والسلامة والبيئة في حقل غرب القرى الثمين وأهم المهام المتبعة حاليا والنظام الصحي في حقل غرب القرى الثمين. مرحبا أستاذ كريم. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. الله يحفظك. الله يسلمك. بداية ايش قد عمرك في هذا المجال؟ في هذا المجال تقريبا في حقل غرب القرن الثمين لو في بعموم تقريبا 16 سنة. في نفط في شركة نعم. نفط البصرة. خلال 16 سنة شنو اللي يتغير بمنظومة الصحة والسلامة والبيئة في الأمور النفطية؟ في الأمور النفطية بصراحة تعرف أنه القطاع النفطي مصدر رئيسي وشريان حيوي للبلد. بنفس الوقت يتطلب متطلبات عالية للحفاظ على ديمومته والحفاظ على سلامة المنشآت والكوادر في الحقول النفطية. في جولات التراخيص الثانية شفنا أنه تم اعتماد أفضل المعايير والممارسات في الصناعة النفطية في العالم بشكل عام، وخاصة في حقل غرب القرن الثنين نعتمد بأفضل الممارسات في مجال الصحة والسلامة والبيئة وتطوير الكوادر وتدريبهم. إذن أستاذ كريم، في لوك أويل ما يخص شعبة الصحة والسلامة والبيئة، شنو الأقسام أو الوحدات اللي موجودة معكم؟ يحتوي شركة لوك أويل على قسم الصحة والسلامة والبيئة، وهي تضم عدة أقسام، اللي هو قسم سلامة العمليات، وقسم الإميرجنسي ERS السيطرة على الحوادث الطارئة والإخلاء، شعبة البيئة في حقل غرب القرن الثنين تكون مسؤولة عن كافة دراسات الأثر البيئي ومراقبة الهواء والمراقبة البيئية بشكل عام. نعم، إذن متابعتكم راح تكون من قبل شركة نفط البصرة لمتابعة هذه الأعمال يعني. احنا بشكل عام شركة قسمنا هو قسم متابعة وتنسيق بين شركة لوك أويل وشركة نفط البصرة. فكل يعني الدراسات والإجراءات تتم من خلال قسمنا بالتنسيق مع نفط البصرة ووزارة البيئة ووزارة النفط والجهات الأخرى. جان شاهد خلفنا سيارات الإطفاء، يعني إن شاء الله أتمنى السلامة للجميع، هي جاهزة وعلى هبة استعداد يعني. إن شاء الله. طبعا أكيد شركة لوك أويل عندهم من أفضل فرق السلامة، مجهزة ومطورة بأحدث الإمكانيات وبأحدث المعدات وبأحدث المواد وبأحدث يعني العفو والتدريب للكادر. ممارسات يعني؟ ممارسات موجودة، وهذه الممارسات موجودة يعني بشكل منتظم، وبخصوص الفريق الـ ERS التابع إلى شركة لوك أويل، والتدريب بشكل مستمر. كيف يتم التعامل مع الزائر اللي يكون يتوجه الحقل؟ يتم التعامل مع جميع الزوار وجميع زائرين الحقل. أول ما يجي هنا تكون إجراءات السلامة، هو ياخذ سيفتي اندكشن، يعرف بالسيفتي اندكشن المخاطر اللي راح يتعرض لها والإجراءات اللي راح يسويها في حال تعرض لهاي. بالإضافة إلى أنه يزود بأرقام للطوارئ، يزود بمواقع مواقع التجمع الماستر بوينت في حال لا سامح الله صار شيء، وانه ما يهلع، وبالاضافه الى طبعا البي بي اي الخوذه والهلمت والبدله، بالاضافه الى جهاز كشف الغازات H2S وقناع الهروب في حال لا سامح الله صار تسرب لغاز H2S او اي حادث طارئ غير. إذا أستاذ كريم، أكيد مبدأنا هو السلامة دائما للجميع، وشكرا جزيلا لك. أكيد شكرا جزيلا لكم، وأهلا وسهلا بكم. ممنونين.